أهم أحداث الأكاديمية للأسبوع التاسع نلخصها في هذه العناوين. الأكاديمية تودع علي. على دلعونة وعلى دلعونة، الطلاب جنوا وجننونا. أكاديمي والله مش لقلكن، نحن على المسرح رح منكسركن. أنيس بيغني أحلى الأغاني، من قلبه الطيب أحلى الأماني. الطلاب يحتفلون بتزيين شجرة العيد. نسيم ومحمد عباس يختلفان. نسيم لتاني مرة يعني لك انا بكلمك. اوكي سوري لاني زعلان، بس هل انت اول شخص؟ مش اول شخص، مش اول شخص انا بكلمك. الاميرة درة بطلة قصص الخيال. قولي عني ما تقول، صوبي كم صعب الوصول، واللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول. حنان تستمتع بسحر باريس. ساعات الحقيقة لعبة الطلاب المفضلة. تتخلى عن صداقتنا من سبب موقف زعل. فنون قتالية مع المدرب وسام أبي نادر. هدايا المعجبين تجتاح الأكاديمية. مروان طبلة ميسو. رائحة لا تعوض بثمن، رائحة الملوخية والبشاميل من يد أمهات دينا ومحمد. حد عايز ملوخية؟ جبتهولك. لا خلاص تعالي كلي بقى معايا ملوخية. تلك كانت حصيلة الأسبوع التاسع من أخبار الطلاب. ستار أكاديمي، توقع أكثر.